حاضر 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 حاضر. ايه اللي انت جايبه ده؟ استنى استنى بس. تعالى ما تخافش. تعالى ما تخافش يا عم. ده بقى ما تخافش. ما تخافش يا عم. يا عم ما تخافش يا عم. بس. ده رجليه ولا ايه؟ بس تعالى بس سيبولي بس هو يجي جاي. تعالى. بس. تعالى ما تضايقش. بس هو قلقان منك يا باشا. يا لطفي هو قلقان منك من اول ما شافك. بس هو مش قلقان ولا حاجة. بس بس. والله يا محمد يعني ما كانش ليه لازمة خالص. حمادة هلاوي. حمادة هلال. هلاوي. جايب خروف اهلاوي. انا هسميه حماده اهلاوي بعد كده عشان اهلاوي رسمي. بص الخروف مين الاهلاوي؟ اديله احمر اهو. بص مفيش خروف اهلاوي. انا بيني وبعد خش يا خروف. خش يا خروف. بس يلا اتفضل. استنى تعالى نستدرجه نستدرجه. ايوه نستدرجه كده. ايوه تعالى تعالى. انا ما رضيتش اجي لك. تعالى يا محمد. لا بص انا ممكن اجيبه هنا. تعالى هنا خد. بص والله ولا معبره شيك. او ده خروف جاي عند ممثلين. ده عايز سوبر سبرين يا جماعه يعني اللي... ايه ده؟ والله ما له لازمه ابدا يعني. التعب ده هتبص. انا هربطه هنا. هربطه هنا عشان ايه؟ هتول البرسيم. اقف جنبه لطفي. خد امسك. هتول البرسيم. لا لاش ده يعني طيب جدا. نربطه. اقول لك فين في الكرسي ده؟ لا. طب تعالى تعالى تعالى. انا احاول اربطه قدام بس هو يجي. بس تعالى. اهلا اهلا اهلا. تعالى تعالى. لا لا بص هنسه من بعيد. اوعى يا محمد انا افرجكوا بقى الخروف ده تجيبوه ازاي. يا لطفي انت مخوفه. بص بص صح 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 صح. هنا هنا هنا. الله الله الله. مالك ومال اللي بيسقفوا؟ مش معاهمش برسيم يا هبل. بس بس مش قلت لك اهلاوي؟ بس عادي. اهدى خد ميه. خد تعال. خد تعال ميه. تعال اهو. تعال اهو. تعال اهو. ركز. تعال اهو. خد ميه. عايز ميه. بس سيبه هنا. ايه ده؟ بس كده خلصنا منه. ده عشان تسكته بقى نحط له كوره هنا بس. بس نحط له البرسيم بس. بس يا معلم اهو 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 اهو. يلا يا سلام. اتفضلوا اتفضلوا كده برضه. اهلا وسهلا. يعني اشرف عبال غالي عليك وانا لا؟ ايه ده ما جابليش سندوتش كفته معاه وهو جاي. خروف مكلف نفسك يعني. جاب الخروف ولطفي ولطفي. اقعد يا معلم. اه طب تعالى 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 لسه بدري. لا تقعد هنا ولا ايه؟ اه تعالى هنا اقعد. اه والله يعني فعلا اجمل هديه جات لي يعني صراحه. وبعدين احنا النهارده كمان موضوعنا بنتكلم فيه الخروف ده تعبني يا عم. انت كله الحمد لله على السلامه. بنتكلم على الله يهديك. بس جدا. لا انا ملاحظ ان الخروف ابتدى يهتم اول ما ابتدوا يسقفوا. ابتدى ياخد شخصيه كده يعني. اه بدا. ايوه بس كده. عموما متشكر جدا على الهديه. واتمنى يعني الخروف ده معذبني معاك. عالي بتوتر جامد يعني. جالي ضيوف كتيره جدا. اللي جايب معاه شوكولاته. اللي جايب معاه مش عارف ايه. فكره ان ضيف يجي لي ومعاه خروف ده يعني صراحه جميل قوي. محمد يشكر والله على الحكايه دي. حماده يشكر طبعا على الحكايه دي. جبت لنا صراحه الخروف يعني والله. وهتقول له لطفي تاني. ايه ده؟ خلاص. والخروف ملوش بامبرز ولا كلام من ده؟ لا 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 لا. عموما انا قاعد بتكلم على فكره المنى. ايوه حبيبي. بس بس كده صح. تيجي نتغدى؟ يلا بينا. خش على
على فكره انا هعمل لكم اكله عجيبه جدا ماشي، والاكله دي مش غريبه خالص، انا شخصيا بحبها قوي بس عجيبه. يعني غريبه مش جدا، غريبه بس عجيبه. حمد لطفي انا بحب الحاجات العجيبه فعلا او الغريبه. بحب الحاجات ده، انا همرمطك حاجات عجيبه. انا كل جامد دلوقتي. حماده هلال، بص يا حماده، يعني انا واحد بجد من معجبينك، يعني انت ظاهر وعامل مجهود جامد جدا، عامل اغاني جميله جدا بحبها. ولادي اخر فيلم نزلك اللي هو لازم نروح الفيلم، ولازم انا اخدهم طبعا اوديهم وبتاع، يعني فيلم تحفه، عامل فيه دور جميل اللي فيه البنت. ايوه منا. منا ونهاد. كان اسمه الفيلم الحب كده. الحب كده. بجد تحفه، فيلم حلو قوي. الحمد واعرف برضو كمان انه حقق ايرادات ما شاء الله جميله، يعني في كان نازل عيد. كان نازل فعلا العيد الفطر، وكان سبحان الله يعني الفيلم ده كان اكتر فيلم كنت خايف منه جدا يعني بصراحه، يعني لان دايما يعني انا يعني في اول فيلم كنت عملته كان من الابطال بتاعه محمد لطفي طبعا، كان عيال حبيبه، كان استاذ محمد، يعني استاذ محمد لطفي كان من الناس يعني بجد والله. خلاص عايز اعيط، بعتلي بسالي خد عقبال ما اتكلم. لا لسه وبعدين. فبقول لك، فعارف لما تحس ان انت مش لاقي كل اصحابك. ما لسه هتكلم بقى، تتخلي ان رامز يزعل مننا ليه؟ شوف شوف انت ايه طول الصوت بتتكلم انت ازاي، وتلاقي ورامز حلو طبعا. بس عايز اقول لك على حاجه، سبحان الله محمد رغم صوته اطيب بني ادم شفته في حياتي، مع ان محمد ده في فيلم عيال حبيبه جات له هستيريا مش هنساها يعني مره. بلاش. ايه يا طعم، لا ولا بلاش اللي انت عايزه. لا ما فيش في يوم يعني، انا قعدت استفزه طول المشهد، وكان رامز، فرامز ما شاء الله ما يتوصاش. فرامز قعد يستفز من حته وانا استفز من حته. فانا جت على حظي انا اخر خلاص يعني، رحت عامل له حركه كده في كتفه بس بجامده، فلقيت لك مره واحده لا احنا بنهزر، ما انت جايب لي مش واحد مجنون وعيل صغير يجننا. فمره واحده لقيت لك لطفي، قلت له فيها لطفي، قلت له انت بتعمل ليه كده؟ فبدا لطفي ما اعرفش فيه يتوتر جامد، ومره واحده قعد يكسر في البلاتو، فانا حاسس ان انا الوحيد اللي السبب في فرحت ماسكه. فلقيت كلهم بعدوا وجريوا. قتلهم هرشينه. لا مش كده، هو بص والله العظيم، فلقيته بيبص لي، بص لي بصه، قلت يا نهار اسود في بنيه جايه لي. خلاص يعني في مصيبه جايه لي. لقيته مره واحده بيعمل كده وراح ضارب في عرق الخشب، لقيت لك عرق الخشب.